أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الابتلاء والاختبار. المؤمن من إيمانه وفهمه لكتاب ربه وسنة نبيه يعلم أنه خلق في هذه الحياة للابتلاء والاختبار. أما الكافر الذي لا يؤمن باليوم الآخر ولا يؤمن إلا بهذه الحياة الدنيا فهو كما قال الله تعالى كالأنعام، بل هم أضل من الأنعام، لأنه لا يدري كيف يسير ولا ماذا يفعل. يقول الله تبارك وتعالى لتبلون، الخطاب للمؤمنين، لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. لتبلون أيها المؤمنون، أي لتختبرن، الابتلاء الاختبار والامتحان. كيف يختبرون؟ بنقص من الأموال والأنفس والثمرات. لتبلون في أموالكم، تنقص أموالكم، وقد فسرت هذه الآية في الواقع عندما تسلط علينا فرعون، قتل شبابنا كما يأتي في الآية أنفسكم، ودمر اقتصادنا وخرب بيوتنا وخرب وهدم الثروة التحتية أو البنية التحتية لبلادنا ولمدننا، حتى القرى طالتها قذائف الطيران والمدفعية. لتبلون في أموالكم، الناس ما عاد يستطيعون الخروج إلى أعمالهم لأن قناصة الظلم والطغيان تغتالهم وتقتلهم، فامتنعوا عن الخروج وعن العمل، فكانوا في شدة عظيمة من نقص المال. لتبلون في أموالكم وأنفسكم. أحد أقاربي كان يركب تاكسي لا علاقة له بأمر، عائد من عمله إلى بيته، فأطلق عليه النار قناص، دخلت الرصاصة من جبهته وخرجت من الطرف الآخر فمات، وهو شاب عنده أولاد وزوجة. هذا يسميه بعض الجهلة أو بعض الطغاة الذين يفهمون، يسمونه تقدمية، تقدم إلى استعباد البشر وإلى التسلط عليهم وإلى قتلهم بغير حق. ولا يمكن لمؤمن أن يقتل مؤمنا أبدا، فمن يستبيح دم المؤمنين فهو غير مؤمن. سنتناول ذلك وقد دلت عليه آيات كثيرة. لتبلون، أي يختبركم الله، في أموالكم بالنقص وفي أنفسكم بالمصائب وبالأمراض وأيضا في فقد الأقارب والأحباب. هذا يموت أبوه فيبقى يتيما، وذاك تموت أمه. ومن يومين سمعت خبرا أن أما تحمل رضيعها فإذا برصاصة قناص تأتي إلى الرضيع فتقتله من بين أيديها. هل رأيتم أو سمعتم في البشرية كلها من القديم إلى العهد الحاضر جرائم إنسانية أفظع من ذلك؟ لا والله، أنا شخصيا ما سمعت وما علمت إجراما مثل هذا الإجرام الذي يدعمه الكفر الذي يتولاه النظام. دولتي الكفر التي تستبيح دم المسلمين من قبل المشرق والعياذ بالله تعالى، حيث يخرج الدجال، نسأل الله العافية. ولتسمعن، إذا ما هو القتل ذهاب أموالكم والقتل في أنفسكم والأمراض تصيبكم والبلايا، لا، ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا. الذين أشركوا يشمل المشركون الذين يعبدون غير الله،
ويشمل المشركون الذين يتبعون الخطط اليهودية فينفذون مآرب اليهود فينا. فمن يقتل الشعب في بلاد الشام رجالا كبارا وصغارا وشبابا وشيبا وأطفالا ونساء، من يفعل ذلك ويخرب البيوت يفعله لمصلحة اليهود، حتى لا تقوم لأهل سوريا قائمة فتظن اليهود وتزعم أنها قد أبطلت هذا الخطر الذي يأتيها من الشمال، حيث كانت ترسم المخططات ليمتد الحماية من إيران إلى العراق إلى سوريا إلى لبنان. فخلق الله لهم هذا الخط وأظهر كفرهم وفجورهم بكثرة القتل الذي شاهده أعداء الناس من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أو أصدقاؤهم. ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، وإن تصبروا فيما ابتلاكم الله في ذلك وتتقوا، لاحظوا تصبروا وتتقوا، تقوى الله تكون بجهاد هؤلاء المجرمين الذين يعتدون علينا، فإن ذلك من عزم الأمور، أي الصبر والتقوى هو أمر من الأمور التي تحتاج إرادة جادة قوية قادرة على متابعة الأمور الشديدة حتى ينصركم الله كما وعدكم، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، والحمد لله رب العالمين.